بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 14 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ونحن في مطلع لقائنا بالشيخ نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أحبتنا الكرام، سوف تستمعون في هذه الحلقة إلى عدد من الإجابات من فضيلة الشيخ. أولها جاء ضمن رسالة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من اليمن، يسأل عن رفع اليدين عند الدعاء وخاصة بعد الصلاة، ثم عن الفطر للصائم المسافر بعد الفجر، ثم عن الجماع في آخر أيام النفاس، ثم عن حكم ختان الإناث، وآخر أسئلته عن تأخير المرأة للصلاة لأجل وضع الحناء على يديها زينة لزوجها. بعد ذلك سؤالان من المستمع محمد علي، سوداني مقيم بالمملكة، يسأل في أولهما عن الطواف بلا طهارة، وفي آخرهما عن بعض صور النذر. ثم سؤال عن حكم حادث سيارة لمستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له. بعد ذلك مجموعة من الأسئلة بعثت بها المستمعة نورة عبد الله من شقراء، تسأل فيها عن النجاة من فتنة الدجال وعذاب القبر، وعن حكم التصفيق للنساء، وعن شروط قبول الدعوة، وعن صبغ أشعر النساء، وعن الإخبار بالمحبة في الله بين الرجال والنساء، وعن حضور حفلات فيها منكرات بغير علم الحاضر، وعن لبس العباءة الفرنسية المسماة بالعباءة الفرنسية. وآخر رسائل هذه الحلقة من المستمع ميم عين من الرياض، بعث فيها بسؤالين، أولهما عن حكم النوم على البطن، والثاني عن الحب في الله بين من لم يخبر محب محبوبه في الله جل وعلا. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع عبد الله بن عبد الرحمن من اليمن، بعث فيها عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء وخاصة بعد الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأصل رفع اليدين، الأصل استحباب رفع اليدين مع الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك من أسباب الإجابة لما فيه من إظهار الافتقار والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، كالدعاء في الصلاة التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء ولم يرد أنه يرفع يديه، وكذلك الدعاء في خطبة الجمعة لا ترفع الأيدي فيه لأن هذا بدعة، وكذلك بعد الفريضة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بعد الفريضة. وأما بعد النافلة فلا بأس برفع اليدين مع الدعاء بعد النافلة. نعم. أحسن الله إليكم. بسؤال الآخر يقول: هل يجوز للمسافر بعد طلوع الفجر أن يفطر؟ إذا سافر الإنسان وهو صائم، سافر في أثناء الصيام وخرج من البلد التي سافر منها، خرج منها، نعم، فإنه يبدأ وقت الرخصة بالإفطار، فإن شاء أفطر وإن شاء أكمل اليوم، وهذا أفضل أنه يكمل اليوم الذي بدأ، وإن أفطر فلا حرج عليه، لكن بشرط أن يفارق عامر البلد الذي سافر منه. أما ما دام في البلد فإنه لا يجوز له الإفطار لأنه لم يشرع في السفر إلا بعد الخروج من البلد. نعم. يقول في سؤال آخر: هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته في آخر أيام نفاسها؟ لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته في فترة الحيض ولا في فترة النفاس، لقوله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في فترة الحيض أو في فترة النفاس حتى تطهر بانقطاع الحيض أو النفاس وتغتسل من ذلك. نعم. ما حكم ختان الإناث مع العلم بأنه العادة السائدة عندنا؟ ختان الإناث على الصفة المشروعة سنة، وأما ختان الذكور فهو واجب، والختان من خصال الفطرة، فختان الإناث سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي ختان
ختان الرجل وختان المرأة، دل على أن المرأة يكون لها ختان. وأما الختان الخارج عن المشروع وهو ما يفعل في بعض الدول من الزيادة في الختان، هذا لا يجوز لا في حق الذكر ولا في حق الأنثى. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر الصلاة لغرض وضع الحناء على يديها، حيث إنه يحتاج إلى فترة طويلة ليترك أثره، وهي تفعل ذلك زينة لزوجها؟ الحناء لا يمنع من صحة الوضوء، لأنه لا يمنع من نزول الماء إلى ما تحته، سواء كان على الرأس أو كان على اليدين، فلا مانع أن تتوضأ وعليها الحناء، ووضوءها صحيح إن شاء الله، لأن الحناء لا يمنع من نزول الماء إلى ما تحته من الجلد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم بالمملكة، الأخ محمد علي، يقول: إني رجل كبير في السن وأعاني دائما من أمراض في بطني كخروج الريح أكرمكم الله ونحو ذلك، وهذا العام ذهبت للحج، وفي أثناء طواف القدوم وفي الشوط الثالث خرج مني ريح، وما واصلت الطواف، فما الحكم الذي علي جزاكم الله خيرا؟ وواصلت الطواف. لا يجوز الطواف من المحدث، سواء كان محدثا من الأصل ولم يتوضأ، أو كان متوضئا وشرع في الطواف ثم عرض له الحدث وانتقاض الوضوء، فإن طوافه يبطل، لأن من شروط صحة الطواف أن يكون الإنسان على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر إذا أراد الطواف، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين بعد الطواف، ولا شك أن الصلاة لا تجوز إلا بوضوء، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان متوضئا، فلا يصح الطواف إلا بطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. إذن يكون طوافه غير صحيح، يعني من أحدث في أثناء الطواف فإنه يجب عليه الخروج من المطاف وأن يتوضأ وأن يستأنف الطواف من جديد كالذي يحدث في أثناء الصلاة سواء بسواء. نعم. يقول في سؤاله الآخر: رفعت ضدي قضية في المحكمة واستمرت عدة جلسات، وعند الجلسة الأخيرة نذرت لله إن حكم لصالحي وتم تأجيل القضية، ثم استمرت عدة جلسات وتم الحكم لصالحي واستأنف الطرف الآخر علي وصدر الحكم ضدي، فهل علي ما نذرته من نذر؟ إذا كان قصدك بالنذر إذا صارت القضية من صالحك وخرجت في غير صالحك فلا نذر عليك، لأنه نذر معلق على شرط ولم يحصل الشرط، وإذا لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط. أما إذا كان قصدك إنهاء القضية على أي شكل واستراحتك من المرافعات وانتهت القضية بالفعل، عليك النذر، عليك الوفاء بالنذر ولو كانت القضية في غير صالحك، لأنها انتهت وأنت قصدك انتهاؤها واستراحتك من المرافعات، فعليك الوفاء بالنذر لحصول الشرط. نعم. فضيلة الشيخ، في مسألة الإكثار من النذر وكأنما بعض المسلمين إذا وقع في ضائقة يقنط من الفرج يبادر النذر، النذر منهي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وفي حديث آخر: فلا تنذروا، بصيغة النهي. الدخول في النذر ابتداء منهي عنه لما في ذلك من الإحراج وإلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الله به، والمفروض في حق المسلم أن يفعل الطاعات والقربات تقربا إلى الله بدون نذر حتى يكون في سعة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، أما إذا ألزم نفسه بها وجبت عليه، وحينئذ يحصل منه التبرم والتضايق، وكان من الأول في عافية كان عليه ألا ينذر، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فنذر الطاعة بعد إبرامه يلزم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مرسل لم يرمز لاسمه، لم يذكر اسمه ولم يرمز له، يقول: رجل لا يحسن القيادة وكثير الحوادث بالسيارة، فمنعه أبوه من القيادة وأشار عليه صديق له بالقيادة ذات مرة، فوقع له حادث تصادم فمات، فكرهه أهل المتوفى وظنوا به سوءا، فما الحكم في عمله؟ هل يلحقه إثم أم لا؟ وبماذا توجهونه أثابكم الله؟ نعم. يقول: هناك رجل لا يحسن القيادة وكثير الحوادث بسيارته، فمنعه أبوه من القيادة، لكن صديقا له أشار عليه بالقيادة ذات مرة، فوقع له حادث تصادم فمات، فكرهه أهل المتوفى، كره صاحب الرأي وظنوا به سوءا، فما الحكم في عمله؟ هل يلحقه إثم أم لا؟ وبماذا توجهونه؟ نعم، يلحقه إثم في أنه أشار على هذا الشخص بالقيادة وهو لا يحسنها، وقد علم أن والده قد نهاه عنها
فإنه يأثم من ناحيتين، من ناحية أنه حمله على ارتكاب الخطر في نفسه وهذا من عدم النصيحة، وثانيا أنه حمله على مخالفة والده الذي نهاه عن قيادة السيارة نظرا لمصلحته وحماية له، فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ولا يعود لمثل هذا. نعم. السلام عليكم. المرسلة نورة عبد الله من شقراء بعثت عددا من الأسئلة تقول أرجو أن يجيب عليها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تقول في سؤالها الأول: هل من لا يقرأ ينجو من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، علما أنهم لا يحفظون سورة الكهف ولا سورة الملك، وإذا حفظناهم نسوها؟ أرجو أن تخبرونا بكيفية حفظهم. المؤمن يرجى له أن يحفظه الله من فتنة الدجال ولو كان لا يحفظ القرآن كله أو لا يحفظ كثيرا منه، فإنه بإيمانه وعقيدته الصحيحة وحسن ظنه بالله واستعاذته بالله من الدجال يحميه الله منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، فإذا أكثر الإنسان من الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فإن الله جل وعلا يعيذه منه ولو لم يكن حافظا للقرآن أو حافظا لكثير منه، بل الإيمان والعقيدة الصحيحة وحسن الظن بالله واستعمال الأسباب الواقية وهي الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، كل هذه الأمور سبب في العصمة منه بإذن الله. نعم. سلامكم الله. في سؤال آخر تقول: هل يجوز التصفيق في الحفلات كحفلات الزواج؟ تصفيق في الحفلات لا يجوز، وهو من خصائص الكفار ومن عادات الكفار، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم، وإنما المرأة تصفق عند الحاجة، تصفق عند الحاجة كما إذا كانت تصلي مع الجماعة خلف الإمام وحصل من الإمام سهو فإنها تصفق لتنبيهه، والرجال يسبحون، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. وكذلك تصفق المرأة لو احتاجت إلى التنبيه على شيء، كأن استأذن عليها أحد وهي تصلي فإنها تصفق على لأجل أن تنبه الذي يستأذن أو ينادي عليها باسمها تشعره أنها في صلاة، فعند الحاجة لا بأس أن تصفق المرأة. وأما الرجل فإنه لا يصفق مطلقا، إذا كان لتنبيه الإمام في الصلاة يكبر، يسبح بأن يقول سبحان الله، وإذا أعجبه شيء فإنه يكبر، أو استغرب شيئا أو استنكر شيئا فإنه أيضا يكبر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو المشروع، عندما يحصل شيء عجيب أو يحصل شيء مستنكر فإن المشروع في حق الرجل أن يكبر ولا يصفق، لأن التصفيق أولا من خصائص النساء، والرجال منهيون عن التشبه بالنساء، وأيضا هو من عادات وتقاليد الكفار، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. وإذا كان الرجل لا يصفق عند الحاجة في الصلاة لتنبيه الإمام فلألا يصفق خارج الصلاة وعند عدم الحاجة من باب أولى. نعم. إذن التصفيق المأذون به للنساء تصفيق حاجة لا تصفيق طرب. تصفيق حاجة. نعم. سابقكم الله. تقول: متى تقبل الدعوة وما شروطها؟ ربما قصدت شروط القبول مثلا. الدعاء يقبل إذا كان الدعاء خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكان على الصفة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وفعلت الأسباب التي تسبب الإجابة من أكل الحلال وتحري أوقات الإجابة وحضور القلب وعدم الاعتداء في الدعاء، كأن يدعو على شخص وهو لا يستحق أن يدعو عليه على عدوان في الدعاء، أو أن يطلب شيئا لا يليق به هو، كل هذا من الاعتداء في الدعاء. فإذا جاء الدعاء على الصفة المشروعة ومستصحبا لأسباب الإجابة فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، قد يجيب دعاءه في الحال وقد يؤخر الإجابة من أجل مصلحة العبد، لأن يكون في تأخير الإجابة مصلحة له أو يدفع عنه من السوء مثلها، فلا يقنط العبد ويقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يستمر على الدعاء، والله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فعلى المسلم أن يصلح ما بجانبه مع الله سبحانه وتعالى، فإذا أصلح ما بجانبه مع الله فإن الله جل وعلا قريب مجيب لا يخلف وعده. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء؟ صبغ الشعر فيه تفصيل للنساء وللرجال، إذا كان الشعر شيبا فإنه يغير بغير السواد، يعني يصبغ بغير السواد بالحمرة أو بالصفرة أو
بالسواد غير الخالص يغير الشيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما تغيير الشيب بالسواد الخالص فهذا لا يجوز وهو حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: جنبوه السواد. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما في آخر الزمان يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد على من يصبغون لحاهم بالسواد، وكذلك النساء تصبغ شيبها بالسواد، يتناوله هذا الوعيد الشديد. نعم، أحسن الله إليكم. تقول في ما قبل آخر الأسئلة: ما حكم حضور حفلات زواج فيها منكرات ولم يعلم أن فيها منكرات، هل يأثم من حضر؟ إذا لم يكن يعلم فلا إثم عليه في الماضي، لكن بعد أن علم فيجب عليه أحد أمرين: إما الإنكار والسعي في إزالة هذه المنكرات، وإما أن ينصرف ولا يجلس معهم، لا يجلس معهم على المنكرات ويسكت. نعم. في آخر أسئلتها تقول: ما حكم لبس العباءة المسماة بالعباءة الفرنسية إذا كان يقصد بها الحفلات ولا يراها الرجال؟ لا يجوز لبس ما فيه زينة والخروج به إلى الأسواق أو إلى الحفلات للنساء، ما يجوز لبس المرأة ما فيه زينة والخروج به إلى الأسواق أو إلى الحفلات من العباءة أو غيرها، وإنما تلبس العباءة السادة التي ليس فيها نقوش وليس فيها زينة لأجل أن تستر جسمها وأطرافها. أما العباءة المزكرشة والمزينة بأنواع الزينة فلا يجوز للمرأة أن تلبسها، سواء كانت فرنسية أو غير فرنسية، لأنها أصبحت فتنة. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل ميم عين من الرياض بعث بسؤالين، يقول في أولهما: ما حكم النوم على البطن؟ يكره هذا، يكره النوم على البطن، وإنما المستحب أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، هذا هو المستحب، وأما النوم على البطن فإنه مكروه. نعم. استحباب النوم على الجانب الأيمن، أحسن الله إليكم، هل يلزم المضطجع أن يبقى على جنب الأيمن حتى يتغشاه النعاس، أو له أن يتحول بعدما يقرأ ورده؟ لا، يبقى على جنبه الأيمن، كل ما استيقظ أو ذكر تحول على جنبه الأيمن، لأن هذا أفضل له. هل هناك ارتباط بالقبلة كأن يكون إلى القبلة أو لا؟ إذا كان إلى القبلة فهو أفضل، إذا نام على جنبه الأيمن وإلى القبلة فهذا أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله الآخر: إذا كنت أحب أحدا في الله ولم أستطع أن أخبره بهذا فمات وأنا لم أخبره، فهل أحشر معه ويظلنا الله في ظله وندخل في عموم الحديث؟ نعم، ما يلزم الإخبار، لكن إذا أخبر فهو أحسن، وإذا لم تخبره فإن ثواب المحبة باق إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا عام فيما إذا أخبر أحدهم الآخر أو لم يخبره. فما قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع عليه وتفرق عليه؟ يعني يتحابان مطلقا، سواء في حال اجتماعهما أو تفرقهما. اجتمع على المحبة وافترق عليها؟ نعم، اجتمع في المكان أو تفرق، سواء كان في مكان واحد أو كان في أمكنة متعددة، ولو كان هذا في طرف الدنيا والآخر في الطرف الآخر، إذا جمعت بينهما المحبة في الله عز وجل حصل لهما الثواب. نعم، أحسن الله إليكم. السائل حاء عين نون من اليمن محافظة إب بعث رسالة فيها عدد من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو بدعة؟ صحيح أن القنوت في صلاة الفجر الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشرع في صلاة الفجر إلا عند النوازل التي تنزل بالمسلمين كتسلط الأعداء أو محاصرة العدو للبلد، أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فإنهم يقنتون في صلاة الفجر وفي غيرها حتى يرفع الله جل وعلا ما نزل بهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الأخيرة يدعو على كفار قريش الذين ضايقوا المسلمين وآذوهم، وقنت أيضا صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين بأن يرفع الله ما بهم من الشدة. فقنت صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم، وقنت صلى الله عليه وسلم يدعو لقوم، وهذا عند المناسبة وعند النوازل. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة الفجر. ولما سئل بعض الصحابة عن هذا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر دائما، قال هذا الصحابة
أصحابي أي بني محدث محدث، يعني بدعة. نعم. فإذا تأول هذا أحد أحسن الله إليكم وقال أن المسلمين الآن في مصائب، في ضائقة محدقة ومطبقة. المقصود الحوادث المتجددة الشديدة، أما المضايقات لبعض أفراد المسلمين أو لكثير من المسلمين التي هي على صفة دائمة، هذه لا يشرع لها القنوط، لأنه لا يزال المسلمون في ينزل في بعضهم أو في كثير منهم شدائد وابتلاءات وضوائق، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنط دائما. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أحبتنا الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة